هو بالمناسبة النهاردة عيد ميلاد بركات، محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق وعضو اتحاد كرة القدم المصري والمشرف على المنتخب الأولمبي. كل سنة وأنت طيب يا كوت. كل سنة وأنت طيب يا نجم محمد بركات النجم الكبير. كل سنة وهو طيب، عضو اتحاد كرة القدم المصري. المباريات دي بتفكرني بأيام جميلة جدا الحقيقة. الجون اللي قبل ده اللي هو اللي أبو تريكة حطها في العارضة ورجعت لبركات، ماتش الذهاب على ما أتذكر سيمي فاينل أفريقي كسبنا 2-1 أو 2-0 مش فاكر، كنا بنكسب كتير الفترة دي يعني. فده كان قبل النهائي. طبعا الكرة دي قلشت من بركات، خدوا بالكم. هي قلشت، أنا بشوفها إن هي قلشت، لأنه يعني بركات هو أبو تريكة حطها، أبو تريكة كالعادة بالخارجي لازم يعمل فيها حركة يعني، حطها بالخارجي جت في العارضة رجعت لبركات، تفهمش يا رجع صعبه خلي بالكو، فبيحط بطن رجله قامت خبط عامله كده وراح جون، المهم دخل الجون وخلاص. لكن محمد نجم كبير وكل سنه وانت طيب، وعقبال 100 سنه للنجم الكبير كابتن محمد بركات. لعيبه المنتخب الاولمبي بالمناسبه احتفلوا بعيد ميلاد محمد بركات. محمد بركات 46 سنه من التالق ومن وجوده في عالم كره القدم. كل سنة وهو طيب.